وليس المفهوم إظهار نيوزان الديمقراطية، أنا قد ديمقراطية ذاك الشورى، وهو أنه تستقصد الأمة. الصحيح غنق الإسلام ماشي تستقصد الأمة، الانتخابات تكن روخا يجي جان روخ، الانتخابات شرعية أو غير شرعية؟ ليست شرعية الانتخابات تكن روخا يجي تسمان الديمقراطية، هي مخالفة لشرع الله، واضح؟ فالشورى غنق الإسلام اتشاور مرة تسمى أم الأمة الإسلامية قرآن الصحابة من تشاوان، واش تشاوان كل شيء وذان؟ لا، تشاوان أهل الحل والعقد، إني مغار تري المكانة معروفين زمان الصحابة إلى غير ذلك، تشاوان تري غاسن العلم تري غاسن المكانة نسنق المجتمع بعضي وذان، ليس العامة. أموك تقنق الانتخابات إنسان ويغري ويسين والو تحت ينتخب في تنتخب خصنا عاشين، وهذه إذن آل الحل والعقد اثنين جيت ديال الشورى. فأذكر منا أنه معاوية وشاوشي الصحابة رضوان الله عليهم، والسؤال مزقر من مغاد قذ، أذكر منا أنه معاوية رضي الله عنه وشاوشي الصحابة، واحد. ثانيا، هل ومقعين من ميس من بعده إراك الصحابة؟ نعم. إلا تعيش نقر وقتين الصحابة؟ نعم. هل سوف يمشي الجنتي خاص التعقيب؟ الناس اللهم هذا منكر أو من غاكيدس أو يشيشي البيعة، واضح؟ ولو أنه ثويند القصص من الحسين كذا إلى غير ذلك، نستور ذانيتي الصحابة رضوان الله عليهم، هان اثنين ناس معاوية مستوى شيخ من بعد زيد مستوى خميس عفوا مستوى ذاك معاوية، خالقرار يكسي انه اعين وانت اعين يزار ذاك سر خير وذني الصحابة، فهل هادي يسرو خارجو من فاسق او جو قبانيكي 2017 2016 او شنو المسخوط يظهر في التلفزيون ادي ساكن انه معاوية، واش انت يخالف قلنا معاوية ويقشي منين شرعي اختنا نوقشي منين شرعي لكم من المنين ماشي شرعي الشرعي غان غنشني من دني غان انه ذاني تخالف الشرع معاوية خالف الشرع من يجيجا اخم تنان الصحابة اني كيسي عيش من يجيجا إذن ونتنقر كلام باطل، واضح؟ معاوية رضي الله عنه ذو الأمير المؤمنين إذ أنه في المصلحة من الأمة الإسلامية أنه يعين شي جنت بعده ويت أبا بكر الصديق قبله، وإن كان أبا بكر الصديق يعين شي ميس يعين جن الشخص المغني إذا عرف وقت النيد والنقل المكانينس، واضح؟ كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا قاري صاحب السؤال من ساور ذنيت أنه السؤال الفاسق ونقارشي ونقيقين السؤال، لا تري ونقيقين السؤال بنيثين يعني قال السؤال يا زوذي السن، لكن قارس أنه السؤال تقنث الفساق وتقنث كذلك الشيعة الروافض. إذا قار ما فعله معاوية رضي الله عنه، والدليل في ذلك أنه ركز خلي الصحابة رضوان الله عليهم، يركز الصحابة رضوان الله عليهم. نكمل أقوانيتي أنستعذين نكسي نفسن ثم بغد نزور تلك أسئلة الأسئلة من الحاج المتولي، وقناكم الفاسق قناكم سؤالة الفس عقد انك قال سؤال اسئله اثنين اثنين واقع المفسد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثومات يوسيد يوسيد واحد رسول ولدك دوي سبيسي وركيس دوي سبيسي لأن شير
السؤال دي كتابلو وخاء صافي عمي باش الخو باش تقيب غاريني اني دي قل سؤال باش تسمع ريسيرش سؤال نسم افن طرح من بعد خشي خلف شي ما مي غتا تدخلني دي وقع شن حاجتو جويا مني خير ان شاء الله. الشميز النظر، الشميز النظر اش ده شميز النظر تشديني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله بخير. غادي السؤال يا أبو شيماء، أبو شيماء غادي يمكن يجيك مشوط باش يزوخ الزوخ زوخ مرة طارو غاتي حنجان يمسكو مرة حنجان خاموشي مع الزوخ روخا مسموحة تنزق ملا سموح هذا التنسيح جاني ني ملا اخي الدنيا ما يكفي نعم. بالنسبة للكلاب، بالنسبة للكلاب أقزن لا يجوز تزنزد ولا تصغد بالنسبة وقزن، ولكن واش ذني شي قضية تقمشش الله أعلى وأعلم، ربما هو نفس الشيء وإن كان جروبا ذني اختصاصيا، ولكن جروبا قزار زنوزاني قزنين مشيشن كل شيء تمزه واضح. فلذلك أنه القضية الحيوانات نوعا الحيوان ممشيشن من الناس وذاك سنبو منزي وذاك سنبو البيع وشراء، فما رأى قزين يعني السلوقي، ولكن ذاني تذي وقعوا السؤال يجي جان قر وقثا وذاني تحتاج إلى فتوى يقزي السرماز نثان باش تخدم منها ضغار ثندان واني قسكون غران او يقزي اني توسمات زون خني ودان الى غير ذلك توسمات يقزي دربين واني قسكون تنعاشين. ولكن الجواب العموم انه الاسلام يتحرم انه تزنزد او تصد والسوار ذاخو قزين، اما قمشش الله اعلى واعلم ما يسجش ذاكس. نعم تفضل. السلام عليكم، جزاك الله خير الشيخ. خاص سعد الرئيس حانت او الشم او الشم اقا شديد اهلا بقى السؤال نيخ بقى السؤال بيد واحد وشن لان راه في عفوس قريش بك غريد يا صاحبي قد ماش بك مثاف على الفوس تقد واحد وريد قابو اهلا قد ميد دات جين السلام عليكم اهلا وتحويج غماني قد واحد نغبع عدوى الشيوغي يا مش حال دوين الذلوز وقوة وير جواد قشدين ياك. نعم تسيد المايك ياك قد واحد بل تسيد المايك من غد لاك تكست ما زال غد جينة تكيت تكست. واخا طريق السؤال قص هولندش شو سر غوث هولندش اقش مسفهم اكيدس ولوش كل مايك صافي النوغ ذا نيكل. جودت قاعدة تصور دي المايك صورت مزيخ فيك ولو المايك سوني دوم هو راح تمشى هذا تفد ما بنت مش سكان او تكيك المايك اللي غادي تفد الطريق غاسل المايك وإذا حد غاس يفهم لي السؤال مش وقته دير وقتها سامحانا الشيخ بشي ما يفعفوش تفضل. واش كانش فهم غير السؤال اللي ديال قاص ولاندشت كافيس قاص النقطة لا جاس النقطة ذين أمني واستكس شي. طيب بالنسبة لجواد وجواد أنه السؤال نقا يورثيز طارق يترجمث
طريقي قال الترجمة سودي سؤال مرا اكسير اخفينو غير اجاح اخفين سيقا بارتشي ما خاسي قروضو ملا اقدني قال اكسير سودي نعم وني كافيث وني شاميني باش تسمت ورات مني ذي قيمتران كيرا السماني من الغرفة ما يجيتش اتخلطاس الغرفة مسكين. إذن إنه الإنسان غاش نبارتشي إجاح ويقى بارتشي خجرحني ها ما من غايق ما أذيس كمان ني غادي مسح بارتشي ني لا وانيتي ذيك تيموم ذنيج القول قارك هذي قروضو ثم غادي مسح بارتشي ني والقول الشيخ العثيمين ولكن القول وانيتي مرجوح سجن القول النغني وهو أنه لا وهو أذيق التيموم إذن وغانقشي أزغن ومساح أزغن دروضو وغانقشي أزغن دمساح أو هو أزغن دروضو إما دروضو نيشان سوامان وإما التيموم واضح؟ لأنه من ذي استدلني قناة مسح الجباث استدلنس الحديث ولكن الحديث اني الزيادة اني ضعيفة وهو الصحابي اني رياش قاسو الجيف والسقساس الصحابة مغني ماذيك الغسل ماذيك التيموم من الناس تقض الغسل مثل غير ذلك الحديث سنت وقال الحديث اني ذاك سأن الرسول صلى الله عليه وسلم ان اذي شد شو حتى وخم خاني نجرح ثم خاص يمسح ولكن ثانيتي يعني الزيادة يا ثانيتي اذي شد شو حتى وخز جيفين سخاص يمسح الزيادة يا ضعيفة واضح اذا وغانا بون نص يقار بانه مر الانسان يجاح ام كان من يجاح خاص يمسح والباقي سيقروضو عادي لا اما ضروضو واما ذا مسح واضح نعم طيب اذا ندوني السؤال نس ونتنجا وخاسي جنتا او ندقين السؤال هل معاوية خالف امر المسلمين بالشورى ونصبه ونتنجا وخاسي جنت واضح لا سيدي وكان نحد قنق الترجمة واش منيت قنق الترجمة انتخر فوق ترجمة مال أننا فريد قد ترجماني غادي التاريخ شكات كسد ربوقي وذانا تنضو خربوق لا لا قيم خاف شك قيمة مني تفضل بارك الله فيك الشيخ جزاك الله خيرا من الجواد التقي يوضي في الجواب النس داني تيجي السؤال يقار كم هي مدة العاققة وما هو آخر أجالها وما هو الدعاء المستحب عن الذبح تفضل نعم بالنسبة للعقيقة والسابع وهذا النبو المدة السنة وهو سبع أيام المدة هو سبع أيام فالسنة لكن ما رواي قيش يخر وقتني هذه قرخدني من الميخس من الميغاس يناسب هذه السابع وهذا النشي بالنشي الحديث قل كتاب ابن القيم رحمه الله قل قضية يسا يقى أنه ما روى قشي قي سبع أيام هذه 14 يوم ما روى له 14 يوم قي 21 وقال أنه الحديث عن عائشة رضي الله عنه ولكن الحديث كذلك ضعيف إذن إما سبع أيام من السنة ما روى قشي قي مانيني إقمر بما تخصد مرمي كيتناسب وصافي وهذا النبوش القول التينيث وهذا النبوش القول الذبيحة وهو مكتكد ذبيحة تسمي الله عز وجل تكباض ها والنية قتلني النية العقيقة نغل النية الأضحية نغل هذه نغل النية الهدي إلى غير ذلك واضح نعم من القوانين تذاوث استغفر الله العظيم قان هذا درعيات
قشعدة ماشي درعيات، واضح يموس يا حمابي، ولكن شاهد لا، ولا سيما شني غانو من إن أنه يفوق مخالفة شرعية وفوقني شرعيني مخالف للشرع وفوقني ذين تقن مطابق لشرع الله نغ مخالف الله. نعم مخالف لشرع الله ليست من السنة، لكن اتغيما انه ذا مسلم مات رحمه الله. نعم اثي احمد بي صار حمثينس واضح. اما سوق النطع يعني ذني قيم شهيد وطعن خاص اني ذي وذان الجهال وصفي اني ذي الجهال جهلة وسن والو قدين نابي واتسقسني العلماء، بل انه استهزأ انس العلماء وغاسن اثنين اثنين ذي العلماء وغاب مرات رحمة خزام غال جنازة. هل الجنازة يوقع ذاكس الجنازة اني يوقع ذاكس شرع الله نغذاكس عاود مخالفة شرعية ذاكس مخالفة شرعية كل شي من دقين دني صمغاري اني ذو خلط اني تكبير اني التهليل اني الشعارات اني كل شي انه كل شي من اني مخالف لشرع الله. اذن مرات راح تفقد قل جنازة غتفدني مخالفة شرعية غير قل جنازة وزرق سيليا نتقفونا راه والسيما ما تتوب ما تقفونا راه الجنازة زيغ سيليان تقافو نارا ثلاثي قلنا نقاوني ذا حتى ونساعة ديا نارا تقي خزج وانو امام يتقاقع ايو ذا نتعيان ايو ذا نتعيان مساكين وها تفضل. اذا شاهد الله مات رحمه الله. نعم اثي احمابي تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. مشان الصوت. عليكم السلام. الشيخ دار علي يجن السؤال بان قاع توي كتب ومثل مصر إن مين بي الدولة تشجع السوفية دي المغرب. هم السؤال. تفضل يا شيخ. نعم ما يميل تتشجع لأنه البيدين ذا صوفيين الدولة المغربية أو المغرب بأسره أو المغرب العربي الجزائر موريتانيا وزيد خليز الشام كل شيء كل شيء قوى من دطر الإسلام وفانتد البدع ويرا انتصرا ويرا انتشا إرا سنة طرقية الطرقية نتني قيقي من الاسجاق المغرب قد الدول نغني قضية الأضرحة نمضران نمرفضان فاسقب تقاليد النامني وتشجع عن خمانيني لا يعني أنه أنني ما أنه قد شجع عن باش تصفاني وتنزل الإسلام نغزي الدين ماشي ما تفشي قلنا ويا لكن أنه يريد المعتقد ولا سيما السن رخامر من السوار ذاني تيخيصو في نتاع الصوفيين شي السن مثلا ما راه نخزا رخامين يتوقع مثلا المغرب او الحسيمة اغلبهم بعيد عن الدين الصحيح الاغلبية جنخ الكتاب السنة فماشي انه الدولة وها ما راه راح تخزا البشر هاك خزا غا الجنازة النهارة واش الجنازة نهار تدخل ذاك الدولة الناس تكمانيني نغاتيني مانيني لا الامام اللي كيسندني المبتدع وحنجاني الطمغاريني كل شيء ذي الجهال فلذلك توقع ذاك البعد عن الكتاب والسنة فلذلك تفز مثلا القوة مثلا رخال وزير الاوقاف ما غاصل الغرض هذه ذم الاسلام هذيري لكن او انه فعلا انت يتوبخ البدع من الصوفية وتقيم ذاك العبادات الدين النيرة معروف غير طرقيا
كيجن العاد كيجن الزمان الوالدين هذه اللي عاود كذلك ذوني. نعم تفضل. هل هناك في القرآن أو السنة على أن هناك كائنات فضائية؟ لا واش ذنك القرآن كي السنة ذني وذني زدغن كي كوجنا وهذا النشا نقاشي وهذا النشا ممكن أذيري ديري. نعم السلام عليكم مراقش دين واحد مراقش دين السلام عليكم ضروري واحد تني بلاص بلاص كوباس اش سقسي ابو شيماء اجم السؤال انني اجم السيد يعزو دي عزو وشان الوالدين نسوا قبير ان شاء وس قبل نسيج قطع الناس قص على الناس المراش في عزو ذيك المستقبل قطع الناس هذا اللي تدي الحالة يا ما ذيك يعرى يلو والدين العادي سيدا وكي سيدك شل عقد ما ذيك يعرى ينس هذيك من ذيك يعرى واحد تفضل. نعم السؤال ذا نقصي ما سبب او الوالدين وقينا الجن من السنة دي مركا كتحن جاثني دائما ما يعطي لي السؤال دي وعلا او سان السبب نسن باش نحكم خي وذاني ما راني نيشان ما والد جنش نيشان مش يام يواء تفضل. أجدوش السبب عزدو السبب بيني عندني شندين أسباب وراثية يعني يمكن باباس نتحن جعد باباس وحن جعد نجو تبن غرخ معاذ ذين العدوة جعرس وشاء وتمسح ميرن فهمت ذوات السبب ولأني إحنا جعن أبرية وقين والو. نعم وانت السبب باطل وانت السبب باطل وثقش الرسول صلى الله عليه وسلم زي الأسباب بل أنه وانت ربما السبب غثني جمعا يرى من غنر غثني جمعا أدريني حنجان جدس فلان إلى غير ذلك فأحنجر وانتي مرنتي يحب سام غثني وصاحبة دين وخلق ويزو اختشي ويختشي يعني المناسبة يا ثانيتي فأذي مرك أذي مرك. نعم لأنه السبب الوالدين سبب غير شرعي بل بجين السبب الجاهلية لأنه النخس صرحا النخس صرحا وتغي من شامني إذا نتن تكون المعصية أنه وصرحا شيء في الأمور تعلق الدنيا أضف إلى ذلك ارتكب من المعصية النغني أنه هو من عن طوان سنة مرحل. نعم طيب قر هل يجوز استخدام لحم أضحية العيد في وليمة الخطوبة؟ لا لأنه الوليمة الخطوبة وذني والو وغزو العلاقة الخطوبة وذني بالمكلة واضح إذا رعيدني هذه نوزك سرعيد وزك سينكشي وش نحاجة نغني نزردان الخطوبة أو نتمغرى أو شيء من هذا لا ونني ينس نرعيد صافي وساندي وذا نعان رعيد أخذ بنا رعيد الشن أخمي دوسين قرعيد ولكن غازب العلاقة قحوري لأنه الخطوبة وذاك سبو فشطة وذاك سبو أكسوم وذاك سبو المكلة وذاك سبو له. نعم تفضل قيث مغرى. نعم أم إذا سن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات
ولكن قل خطبة لا ولا النشاء. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، السؤال هذا غريش الشيخ بريد نناقش كوينات دي بي ام بالخاص. وش يا فارس، يلا تفضل. وش السلام عليكم ورحمة الله. أبو شيماء، أعرج السؤال. نتسن بأنه ذي الإسلام ما له شيء شان الصدقة شان الفقير تش مخفية سيتوس ما تش سرا ماشي جهرا جعيوذا، ولينش أنني أشوش خيج مثال لو كان أني نشين دين شيء جن فقير وغاس من زغ صغ حوري رايد وذين يودان التص مش عزوغة تشجع خيوذاني أسنيني قودي قصيدة لأن عزوز صغ حوري المثال 200 أورو نخص 600 أورو نش تقدامه 50 أورو غتوش خسي دهاق نش إذا مغيز وعندهم زوارو باش عزوغة تشجع ولاني نشني ينو ماشي زعما دبان خازوخ باش تشجع خير نغني وشي غاز 50 أورو ني جهرة توالا انتي وذان زرينت باش نغني عاون 29 أورو وحدة ذي عاون 50 ذي الحالية ما يجوز تقذ تمس رشتة يعني تسبين مال ما تشد خفية. تفضل. نعم، بالنسبة للصدقة الأصل ذاك هو سنفرة وتزار حد من جانب الصدقات ماشي الواجبات كالزكاة، فالأفضل ذاك أو السنة ذاك أو الشرع الني ذاك وهو تيري سنفرة، لكن ماشي على الإطلاق ماشي دائما ما تقضى ذا الحاجة أنه الصدقة أني تضع لأنه ذاك المنفعة فضد الصدى، فلذلك تصدق القرآن سنين. القرآن إذكار سنت سنين أتت الصدى أتسنفاذ، فذنتي ذاك ستف إنما الأعمال بالنيات، ذنتي الصدقة يتفكس النية، النية غتعذر مر النية فقط باش أنه ذي سجعي وذان باش تتبعن النية تصحنت وذانتي الصدقة غطضة. واضح؟ مرني أني أنه يجيت بشددها ذا تصبحت الصدقة أني باطلة. واضح؟ إذن دابا دائما أنه الصدقة دي حول الإنسان وتصدها شيء إلا مرى بزار أنت قل حال أني أو قل وقت أني أو قمخان أني أنه ضد الصلاة بنية تشجيع يوذان مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فلا أجرها أجر من عمل بها. يجيت باش هذه تشجيع يوذان اتصبحت من التصبحات. واضح؟ نعم. من يقوض الحراك؟ من يقوض الحراك صغاك مش قد سنواتي وضماني قلناكم قد نيد الفتنة ما رد عقار مخوة ورنة ناكم تلك فتنة والفتنة ما نغاثوض توض والو توض وجي لأنه ما نغاثوض توض الحش تعفنتوا. تفضل. السلام عليكم. هذه شو ورنا good boys. ابو شيماء، انا شو شخص السؤال انا نيام الشيخ ابو شيماء نشو غاري جوا الزع الزعينو فقير ورانش فاكر غني لا ياهو غني هو الله عز وجل
مشاو يغدي 2 كيلو يسر ما اللي خرج كيلو يسر ما نعزوها نشنف واش سنخ رجع ديرينو راسي حنجعل تعزوها نشنف هذا الشم انا ريحت نشم ما اللي بركع شنف خلينا نشم نشم راس نخرجلون شعري كيلو اللي وديت وقيت شغال رجع غاري حنجعل الطاس ما دي الحاله يا نشنف ديهانيا نشنف اخر ساعات الجيرد ما حافظ على خسر مني غاك سيد اني حموزت نخرجلو لي تعاونس عشان بعض اللي يعرف قتوالي هو يعقر خوه تفضل نعم شي ثندي الزاونة ذهني ذي غفينك برا ما ثند كنفسك روغاك كي تصدع شي ثندي الزاونة تكمرد شغرينك صافي انتهى الامر او توفيتك من غاك تقع الساعة ذينا تكنفس واش كذاك الجوع ونسن انه اخنف واتقنشي ايبو بريدن ولا سيما شك البوبري غا زقن تشي درعا في ذا زقن يخمض يسر ما تقنس الطاجين تعال الناس شي حاجة البطاطا تعال الناس رماق مليح باش هدفني ويا ملاشن واضح المهم السؤال انه قادة تنفذ الشواء او السادي لاني تتقذ الاحتياط انه هو يتوض شي دخاني او ريحتني غوجا مرة توض كخسة تسقاسد مرة يوض واسقسة تسقاسد ولو اسرم اسرم يجنت واضح اتقد المجهودينك باش ريحتني وطي وضغو مكاني ومرة زار ذا ريح توضني ايو خسة تسقاسد نعم تفضل نعم جزاك الله خيرا الشيخ لاني تايجن السؤال انت اجنت لين السؤال اللي يوسين انش بل السؤال ما هي شروط وجوب الحج يا زودي حج يمكن يا زودي السن وجوب نس تفضل نعم جواب غير مقنع ايوس وغنمشي ثاني تي الاجوبه مقنعه وغير مقنعه وني راك ديها الغرف الفساق الغرف الفساق خاصني ندني اجوبه مقنعه وغير مقنعه يعني تي غانق سؤال جواب واضح اقتنع ادني غوث اقتنع لا وزير تعقنا اقتنع واضح خاصني نسنيت نساور خل الاقناع ونسيور شي ونسيور انه دين وحكمه قنسي قوني نابي سوسي تشكادون شي المعلومات جديد ما قوني رخاو مثلني قال الاسلام ودين وحكمه يعني شكي راك الشك ما غاد دينو سيرين ماشي نابي ايوا ما راد دين نابي قاقذبوني الحكمه واضح من زاد رخاها قد نرخا شي حاجه انت ولد الزنقة لست حكيم رقات وتفسد بزيد السنة جنيت تفضل نعم بالنسبة لشروط الحج اذ كاد داك سنين مرة نراح غا القرآن اذ كاد داك الشرط وهو من استطاع اليه سبيلا تيري غاص الاستطاعة والسنة تبينت ما تعنى الاستطاعة ني اذا القرآن انك ما رغك الاستطاعة واجبة تحت حجز ولكن من تعنى الاستطاعة يا ثاني تبينت السنة وهو غتيري غاك الاستطاعة القوة الصحة ثاني الاستطاعة وثم تيري غاك الاستطاعة المادية تلغاك الاستطاعة المادية ثم الاستطاعة المواصلة الراحلة فما رغاك الصحة وغاك 22 وغاك الراحلة غاشي السيغن غمكني وجب عليك الحج نعم وجب عليك الحج انون العلماء اجن الاستطاعة النغني ببعض اقوال العلماء
اني اختلف نقي القضيه نتمغاث ما تصفى بدون محرم ننا كثمغاث اتيري غاسي جن الزياده النغني جن الاستطاعه النغني وهو المحرم ما رثمغاث غاس حطينس وغاس عاشين وغاس الراحله ولكن وغاس بو المحرم غاكسي صافان ثانيتي وتهجاشي ببعض أقوال العلماء بعض القول العلماء أننا لا ما رأتوا فانت غاس ثمغاث غاس عاشين وغاس حث وغاس الراحلة وقاتك جن الفرقة صفحاته ذنبوا الخطورة أتصافى تحت الدفاريزة الحج. نعم تفضل. جزاك الله خيرا الشيخ الشيخ. إجن السؤال النغمي يسدني تاع السائل يجوز للحائض دخول المسجد لحضور مسابقة القرآن؟ تعمل السؤال الشيخ تفضل. طيب دخول المسجد المسجد دني القاعة من يتزجن ودني الإدارات دني مكانغني دني الأقسام فمرق الأقسام يعني ماشي كم كان من يتزجن يعني قاعة الصلاة قاعة الإدارة أو شن القاعة مغني صغرى عندك سني محضان فثني يجوز بدون استثناء وذني بور خلاف جار العلماء. أما مرض قمن قاعة الصلاة من يتزجن ذني بعض العلماء قالك لا واتفشي قم كاني بما أنه خاص دمشة أو النفاس تم على وراني غتقوم كشوم كان تكوش وذن القول الثاني قيقان لا ضم غاث ولو خاص الدمشا يجوز اتاس غاث مزيدة ولو قيق قاع ما يتزجن وذواذ القول الراجح غاينش القول الجانس الأدلة انه ضم غاث يجوز اتاس مزيدة اتاس ولو قيق قاع ما يتزجن الصلاة ما يتزجن أتصنص الدرس أو أتصنص المسابقات أو تقن تسخفص المسابقة إلى غير ذلك. نعم السلام عليكم. هل يجوز قراءة القرآن والإنسان على جنابة؟ هو نفس الشيء. نعم يجوز الإنسان أذيغ القرآن ولو خاص الجنابة ويجوز الإنسان أذيغ القرآن ولو غاص برضو ويجوز ثمغاثة القرآن ولو خاص الدم الشهر أو الدم النفس. نعم لأنه هو ذنب الدليل يتحرم من إني. سؤال هل نشر أطباق الطعام المجهزة في البيت على مواقع التواصل يجوز؟ لا يجوز لا يجوز إنسان ذي كوزين الني من غاز قيس مغرى من الشان إذ قيس فيسبوك أو قي مواقع التواصل لا يجوز إلا ما رذكس مثلا التعليم السرماذ مكت قنش المكلة. أما ثقى المكلة الساسية تدق التباصان تمغرى تصوانت وسروسان تدق الفيسبوك إن ذي بواليين إن ذي بواليين خصاصا راقر ها إذ ناطي رقاق جيج الموقع وتوقع قل المغرب بوليسية تفني جو شفار أشفار نيت تفن تيتاح غاثا داس تيتاكاي تغيما ذنيت قصا ذنيت كياب ذني ثم ذياوة تفن سازرين ربما الجيران تفن بوليسية وانا ناس كيفاش كاشفا في الحقيقة إتاز في عكر واش كمك السند بينه ويوذان وذين جين وتغيمي الدني الناس قاس نقي فيسبوك اي ناس قي فيسبوك نشني القانو سيثر نقي فيسبوك نسم زعريثون اقا صافان قفقون عانو فراني قد دور نقي الطيارة عانو فراني قمشي شنس نقا الجنس غيثا الجاس نسن كل شي من دني قي ذات داث اكمين يخدم فيسبوك حتى بدي وذاني راع غايش الناس مو قداس قيش كسند الناس قد قي فيسبوك فان غلاضت من ميغادا وقي صافان وقي قيمن ما يجي راح ومشيش ماني راح الماكلة ماني كذا كل شيء هذاك خطرة كيف او تقن ربعة ذي وذان تصاوان سن تقن خاصن السحر سن تصاوان زي فيسبوك تقن خاصن السحر
هنا يقول انا الفيسبوك وانيتي يفق عباد الله قزار من الحراكه وانيتي الحراكه اسبوليه الفيسبوك الزون تضان متجي وذني الظهور وانيتي تضان قل عالم قضاضيه ضاضيه تبقى وتنزي لكن العالم وانيتي الزود ذا الزوغة ديضا وزار مرخميني توخان قسيبي فإن المظاهرة أو الحراكة ونتوخا سفون فخص شهرة فخص شهرة يفرضنا تراخ الزاغج نيوتوب كم استعجوب أبو هالي نين بلال العزوزي قيز دغن قلياج قيز سوار باسم الحراك من بروكسل استقبلت قيدين هاخ قلاهاي الزازني جنطواس شن ستة ما سبعة سن نحن ننتظر قدوم بلال العزوزي بقى بلال العزوزي دور خلين تاغن زفزافي استقبال وميديك ياكب كي جنت غماصي جنت تصاورت من الشيطان جنت تصاورت من الجن تاقوضة تهريفة الدن اسوج ناس الدماغ شفاي اثار راس عاد وي السين هذيك الاستنجاء عاد الاستنجاء واثي السين وقناس الاستقبال واتزام شمو الحراك ما نيقوض اتزام كني ويطام ما الحراك ما نيقوض قواني تيري تيري غاك زفزافيك وغزديس هاك قناس الاستقبال اشفاي الكيسان وشفاي مرمي غازا خزاز قيس السيدة وانيتي يعني اجهل الناس ازريغ الجهلاء ازريغ اجهل من نوع عضوى الزريغ ويسين نادي السور ورا ما نستكني الدين ورا ما نستكني السياسة ورا والو اقباني صغيو لا 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 الناس الاستقبال الزمن يخدم امشو من فيسبوك حسبنا الله ونعم الوكيل هل السحر على الحقيقة ام هو تخيل فقط هل يمرض البدن حقا حتى يصل الى الموت وشكرا لك نعم السحر حقيقي وليس خيال ذاك السحر الخيالي وذاك السحر يجد اسطان الانسان اما الامراض الجسدية او المس تري الجن الجسد ماشي مخ قرقوني ذي الخيال نفساني مرض نفساني وهي تخيل لا ذني منعني وذني ونغني كذلك فالسحر ذاكس الحقيقة ينس وذاكس الخيالي نعم وهل الإنسان ذي مرض السحر يؤدي إلى الموت نعم العدد يوذن مثن بسبب السحر السؤال السؤال سؤال الأخت فرانا هل يجوز لاستخدام لحم أضحية العيد في وليمة الخطبة وانت الجواب خاص نا لا الجواب خاص الجن السؤال وانتي انه الأضحية وتنتقشي ذي العقيقة السابع وتنقل الخطوبة وشيء وننا انه الخطوبة وذاك سبو وذاك سبو الزردة وذاك سوالو الخطوبة ذي وذا انت سند تعرف انت كنت الطلب وذاك سبو العقد ولا شيء من هذا نعم ونتي نجاوب خاص الجنيت وكذلك نجاوب خاص وكذلك نجاوب خاص وانتي كذلك نجاوب خاص طيب تفضل السلام عليكم أنا إذا ثمان سؤالة الشيخ أبي شريمة وش أنا لا تخصد تختمت وش تختمت مروادي الشيشة من بعد إن السائل ماذا تعني أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة معنى نس يعزو المعنى وأدعنا غريد من غريد وش جاوب تخصن سنين و يقال السائل كم مرة اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهمت سؤال 102
تفضل يا شيخ. نعم، أما السؤال أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر، نعم، ولكن مش حرم، الله أعلى وأعلم، واضح. أما الحج هو ميجي حيج ومعروفة حجة الوداع، فالنقا معروفة تقسيرها إلى غير ذلك، لكن مش حال من عدد أنه قال عمرة، الله أعلى وأعلم، وربما غتس الدروس من السيرة النبوية إن شاء الله بإذن الله بعد العطلة بإذن الله. السؤال من سؤالي رذني رذني من السؤال نوني أو ندي تارين دانيتي قل خاص تفضل ما راغكش من السؤال برانسي لازم نجي نسؤال نوني قيد طيب انك ذنيتي زوجة تريد من تريد ماذا تريد زوجتي تريد العودة الى المغرب مع الاولاد هو صامغات الزوغة تدورغ المغرب سي حنجان يوم بعد لا هي من اني اتريد العيد ربما العيد زوجتي تريد العيد العيد الزوغة طاحت عيد قل المغرب اه واش الزوغة طاحت عيد قل المغرب ما اي تزو طاحت عيد قل المغرب قحن جانينس كل عام طاحت عيد قل المغرب ما غاسا قازين سما ها وافهم غشي ودي وين رخاي مازق الحساب مع اولادها كل عام غاسا قازينس لا قازينس يقيت حكام ماشي انتف أجازين سيقيت حكام ماشي نتاس واضح ما مري وافق سوى أجازين فهي ما رواسي وافق شي قتفلا واضح طيب خير نعم هل من مات جزاك الله وجزاك خيرا وجزاك الله خيرا هل من مات في الحراك الشعبي بالريف هو مصر على المخالفات الشرعية وضلالة ذلك الحراك مات ميتة جاهلية نعم مات ميتة جاهلية والميتة جاهلية وهو أنه الإنسان الدافع خشن القضية باطلة لا والقرشي وهو من أهل النار واضح مات ميتة جاهلية لا يعني أنه من أهل النار لا وإني مسخ المعصية وهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لكن تحكم خل الفعل أما مصيره فهو في يد الله عز وجل واضح نستور داخل الفعل مات على معصية فما لا يموت الإنسان خل المعصية هل هو قد راح جهنم واضح ربما سيغفر الله عز وجل وتسيفغ الجنة مباشرة بدون جهنم واضح لكن الحكم أنه يموت مخالفة شرعية ومن مات نفس الشيء هذا منتحر والمنتحر ذاك الحديث واني غاين غنخاص يخفي نس يخلد في النار ولكن الحديث ونتي
ماشي حديث زانيتي السوارخ الوعد، لا السوار داخل الوعيد، الوعيد التهديد أنه يستحق النار. وني قلنا الإضراب في الطعام ثم مات، وني قنص الانتحار، ومات على معصية كبيرة، مسجد المعصية تمقرنت. لكن يتغيم دائما في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واضح وتغيم هذا مسلم. هو مضرب على الطعام سيكون من أهل الله. لا، ما حكم من يسمي ضحايا الحراك الشعبي بالريف شهداء؟ هل من يقول ذلك يعتبر منافقا؟ لا، يعتبر جاهلا. هو وني قلت راغان الشاهد مكت راغان رقيع عماد ذا سنفي كراثني احمى ربي قال الشهداء اني ذا الجهل، اني الجهل واصبر علاقه النفاق جاهلين تسراني وذا نقان الشهداء وطرح وماشي نسنين و كي فلسطين يوميا كيماني ما اي انسان تسمى شاهد وهذا جهل. الجهل ذا مقرن وانتي أليس ذلك؟ نعم، قلنا افتراء على الله. من قلنا الشيخ العثيمين إنك من قال هذا شهيد فهو افتراء على الله وسيسأله الله عز وجل يوم القيامة. قالك الشيخ العثيمين وني قلنا نقاوين شهيد يوم القيامة سيسقص الله عز وجل. لكن تغي ماذا نتيض المعصية لا، الافتراء لا يعني النفاق. النفاق شيء، النفاق وهو أنه الإنسان يتجج العمل لا يعتقده. النفاق وهو الإنسان يتختلف الفعل نس أجمن غاز جورينس. والنفاق ذنيتي يطلق على المنافق يقصد عن الإسلام ويسنف الكفر. أما الافتراء ونقنص الشرك، الافتراء على الله ونقنص الشرك أي أشرك مع الله. فالنفاق وهو يتنفق يتجن الفعل ولكن لا يعتقد ذلك وقنص النفاق. أما أنه ديني أنه شهيد وقنص الشرك والشرك الأصغر. ما معنى الشرك؟ أنه يحكم خوني الشهيد كأنه ربي يقرص يا ربي قوانتي الشهيد والله عز وجل القيامة سينكن قواز الشهيد ما يتوفيد من الدليل غير. وهونتي الافتراء قنص الشرك. اما النفاق شيء ثاني. واضح؟ معنى ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. نعم، ادعوا الله اي ادعى الله عز وجل ولكن ويخيتريشي قورينك الشك والسنغ ما بدا يستجب ما ويستجيب شا محارمة يستجب. لا، أرينك تريغاك ذاك اليقين حسن الظن بالله وأنتم موقنون بالإجابة. أتريد كل شيء المجهود داتينك الأفعال إنك الأعمال إنك الصدقات إنك ثم تقد الدعاء وتريغاك اليقين أنه الله عز وجل يستجب يعني وتشكشي. أما ما تقد الدعاء وأنت تشك أو غير مقتنع فأني ماشي مليح. نعم، نريد خلاصة الآن. إذن حكم من اعتبر ضحايا الحراك الشعبي بالريف هو أنه إشراك بالله. نعم، هو إشراك بالله ماشي الحراك وصافي. أي إنسان يحكم خجن المنغني أنه شهيد فهو شرك، أشرك بالله. لكن ليس الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، ماشي الشركة مقرن السفغن زي الملة. هل يجوز الدخول في الانتخابات والترشيح؟ وما المقصود بحديث لا نولي أحدا طلبها في الترشح؟ هل يمكن أن يعرف المسلم أن عمله مقبول عند الله؟ طيب، ذا اثنين الأسئلة. أما الترشيح والانتخابات لا يجوز، لا يجوز الترشيح ولا الانتخابات. لكن ما رشح شي ودان يعني ذي وذاني قتال بن الزيخ وزار رشاد صرح ذي مكانني وأنه ما رواضح شيني قد جد الفارة ذاني تي. نعم،
واضح. اما الانتخابات نسورخ الانتخابات يجن رخا، الانتخابات يجن رخا كلها مزوره وكلها مغشوشه، وذاك سبو الصدق وذاك سبو كذلك اني ترشحن المرشح اني تيرين دني، لكن سيور كيمانا اني لان انه ما راه زار قلت الانتخاب اني يعني تصويتين كشك انه هذه سبدي جن الضرر في الامه الاسلاميه قناك نعم زانتي يجوز تنتخب اذا تصوت، اما ما راه زار دو تغيير دوالو وتنتخب شا. هل يمكن ان يعرف المسلم ان عمله مقبول؟ نعم، الانسان ذي السن العمل انس مقبول وهو يوفق الله عز وجل الى طاعة اخرى، من زي غير السن العين الانسان انه العمل انس مقبول وهو انه يوفق الله عز وجل ذيك العمل النغني، يجي العمل النغني ذاك طاعة الله وذاك مرضاة الله، وهكذا برمي ما يقى العملني ما يوفق الله عز وجل غا الافضل غا زيادة من العمل ان الله عز وجل يقبرس العمل انس ونغني. ما لا يفى الانسان يقاش العمل ولكن يرد غذفة واني يفهم انه ويقبرش الله عز وجل العمل انس. نعم، ولذلك ان الايمان يزيد وينقص، الايمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعات، وينقص بماذا؟ بالمعصيات. إذن ما رزقش الطاعة يقبري طابي من غير هيك يتقاك زيادة الإيمان، وما رغاك زيادة الإيمان، الإيمان الزيادة من غير هيك أخيك زيادة الطاعة وهل مجرى وكذا. نعم طيب، ونتقى إذا نت الأسئلة الامتحان. إذن الغرفة الأخرى أي غرفة الفساق التي تروج فكرة الاستشهاد ضحايا الحراك الشعبي بالريف مشركون. نعم للنات غرفة أخرى غير الغرفة النغني، كل من ادعى لشخص أنه شهيد فهو مشرك، واضح. أما ما يدعى نرجو الله عز وجل أن يكون من الشهداء ثانيتي حاجة النغني، أما نثنين قان هو شهيد الشهيد مات وخلى وصية وكذا ونذ الحكم يقولون انه شهيد مات شهيدا وهذا شرك بالله. نعم اظنش انت فرات من الشيخ العثيمين السوارق القضية يا سنت، ربما خاكم دي ضغاسي وشا ما رغيش نروق. نعم ما رغانش نروق خاكم دي نغاسي وشا، وان كان ربما تاور وقت تقريبا شنت ساعة تلقى الشرح كل شيء. نعم تفضل. شو هذا غريب السؤال للشيخ أنا شيماء، وأقصد دومين لأنش دي سامحن دي سامحن أنش راحق أنش جغلني تاريخ من أقصد ديك شن شد المدمر وغاك بالسؤال الثيمي. مهم، جزاك الله خير وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله، ثم رحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا جزا شيخنا العلامة اني بزاف هذا سمق شي حاجة ها شيخنا يكفى العلامة ميمي انت تصاصق العلامة ابو شيم وتبارك الله فيك واحسن الله اليك امين واياكم. غرفة المشركين هي يا ساو نقول غرفة المشركين ما قوى من غرفة الفساق من هيك من ضمن شكل الفساق هذيك قا غرفة الفساق هذي كل شيء، هذيك الشرك هذيك الجهل هذيك البدع هذيك الخرافات فساق. نعم نختم ان شاء الله، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم. الغرفة ذكرت ثومة طريقة صحيح.